ادي اللحمة كباب حلة اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله زي الفل. وادي الخبيزة، بصوا خضرة زي البرسيم ازاي، بالهنا والشفا. وخلص طبقنا النهاردة كباب حلة وخبيزة، ودي تتاكل بالعيش ما تتاكلش بالرز. وكل سنة وانتم طيبين. عايزة تعملي جنب منها رز، ده حاجة ترجع لك بقى، بس هي فيها رز يعني اكلها بالعيش بتبقى حلو. بالهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. داخل علينا شهر رمضان، موجودة الخبيزة، اللي نفسه في خبيزة يا رب يعملها كده على شوربة بط، ولا يعملها على شوربة وز، مع ان اللي انا بقوله دوت مستحيل. نقوم احنا عاملينها على ايه؟ على شوية ايه؟ نص كيلو لحمة هنسلقه، وهنعمل منه خبيزة، وان شاء الله تعجبكم تبقى بألف هنا. احنا جايبين نص كيلو لحمة، جايبين حوالي كيلو خبزة ومقطفينه، جايبين سلق، وجايبين شبت وكزبرة. ودلوقتي هنعمل مع بعضينا خطوة خطوة. اول حاجة انتوا عارفيني بعمل ايه، الاول بغلي مية اغسل فيها اللحمة، وبعد كده ابتدي اعمل الشوربة بتاعتي. الغسيل اللحمة بالمية اللي بتغلي قلنا بتنزل زفرتها وتنزل ريمها وتنزل الحاجات دي كلها، واخدها نضيفة. هقول لكم هنعمل فيها ايه، لان احنا هنعزيم منها شوربة. اوكي يلا سلام. المية غليت، هحط عليها اللحمة اهو تاخد غلوة، طلع الريم بتاعها، وبعد كده اجي اللحمة هي غليت، هاخدها بقى اصفيها من ميتها، واكون محضره بصلايه وثلاث فصوص ثوم عشان نشوح اللحمه بحته سمنه، بعد كده نديها ميتها. اهو اللحمه خدتها غلوتين زي ما قلت لكم، هحط حته سمنه حسب بقى ما انت عايزه، تستعملي شيلاتن، تستعملي البقره الحلوب، تستعملي سمنه بلدي، استعمليها نباتي اللي تحبيه. اهو وهشوح فيها اللحمة اللي احنا خدناها غلوة، فرمت بقى الفرن اهي البصلة، وحطيت ثوم على اللحمة تتشوح، بعد كده هحط لها مية بتغلي، وفص حبة هنا ماشي، وشوية فلفل اسود، بس الفلفل اسود الاخر عشان ما يسودليش الشوربة. وبعد كده بقى هعمل ايه، هوريكم هنعمل في الخبيزه ايه. احنا شوحناها مش حمرناها، شوحناها في البصل والثوم وحته السمنه، واحط لها ميه بتغلي، وتحط لها قرص ماجي وتركنيها على جنب، وتوطي عليها تستوي براحتها. وعبال ما ان شاء الله نحضر حاجه الخبيزه تستوي براحتها بقى كده بتاع ربع ساعة بتغلي، وبعد كده نقلها على نار هادية. احنا حطينا مية هتغلي، وهحط فيها الخبيزة تهبط، بس نحط حبة مية صغيرين خالص تهبط بس اهي. هتهبط كلها غالية، مية في الكتل وحطها عليه، كنت عايزة تتسعفي يعني اهي
انا بهبطها بس زي ما انتم شايفين كده. صفيناها اهي. هنعمل تاني بقى الخبزة والكزبرة والسلق نفس الطريقة، بس مش هضربه معاها عشان دوت هضيفه آخر حاجة اهي. هبتت وبتغلي، اقوم طفي عليها ومصفياها، ولما تبرد هفرمها في الخلاط. حطيت هنا الكزبرة الخضراء، طبعا كنت حاطاها في ميه سخنه هي والسلق، ميه بتغلي وهبتت اهي، هضربها دي هحطها اخر حاجه في الخبيزه، بس هضربها في الخلاط. حطينا الخبيزه في الخلاط بعد ما هديت وبردت، حطيت لها حوالي نص كوبايه ميه وهضربها ونضيفها على الحله. دي اهي بصوا خرطتها اهي في الكب في الخلاط. انتي مش بتضربيها قوي، بصوا بتبقى عامله ازاي اهي، ما تزوديش ميه في الضرب عشان ما تبقاش ما تبقاش عامله زي الملوخيه، لا هي بتبقى يعني متحتحته شويه عن الملوخيه، يعني فيها طعم الخبيزه عن الملوخيه. اوكي يلا سلام. شوربه اصفيها من اي حاجه يعني عشان ما تبقاش فيها اي شوائب ولا اي حاجه كده. واللحمه دي انا هعملها كباب حل بس كده. اهي الشوربه بتغلي، اقوم ساقط عليها الخبيزه بتاعتي كده. احنا كده برضو ما جيناش مرحلة السلق، احنا كده لسه خبزة بس اهي. هسيب بقى الخبزة تستوي، هكون غسلة حبة رز صغيرين ونقعاها ومحطاها في قلب الخبزة او حبة فريك، لا رز لا فريك. هنشوف بقى هنخلص الخبزة ازاي، لان هطحن السلق والكزبرة مع بعض. ادينا اهو الخبيزة، حطيت حبة رز صغيرة، لما تخلص خالص سوا هضرب السلق في الخلاط والكزبرة الخضراء وبعد كده هحطهم عليه. انا حطيت اهو السلق والكزبرة الخضراء. اهي استوت، بعد ما استوت هقوم حاطه لها ايه بقى، ورزها استوى احط عليها بقى الايه السلق، هي كده خضرها غمق شويه، هقوم ضايفه السلق والكزبره عشان يدي ريحه في الاخر كده ويدي خضر من جديد، لان هو السلق ده مش هاخده غلوه واحده بس مع الخبيزة. بص رجعت تاني خضرها ازاي، بص خضرت ازاي، هتاخد غلوتين، غلوة واحدة اتنين، واقوم عاملة لها طشة التومة بالكزبرة. بص بقت خضرة ازاي، تاكل احلى خبيزة وريحتها بقى ريحة الكزبرة فيها
وهتبقى جميله قوي بالهنا والشفا. الخبيز ده اهي، بصوا جمالها، بصوا الخضار بتاعها والرز بتاعها هنا اهو، بصوا جميله ازاي بألف هنا وشفا اهي. تاخد غلوه واعمل الطشه بتاعتها، الكزبره، الكزبره والثوم. بص اهي كده خلصت الخبيزه اهي بالهنا والشفا. اللي انا خدت شوربتها، حط دي بصلها موجود والثوم بتاعها ومعلقه سمنه وبشوحها، بتبقى كباب حله جنب الخبيزه. انا بشوف طشه ثومه بكزبره زي الملوخيه، زي ما بنعمل الملوخيه بالظبط. هتحمر، بسم الله ما شاء الله، دي مفشة، بس دي اصلا خبيزة ملهاش شهقة بقى. جميلة وخضرة زي البلسين ازاي، والله طعمها تحفة تحفة. بالهنا والشفا، ألف هنا. وادي اللحمه الكباب الحل اهي، اهي اهي، هتتاكل جنبي منها. وعملنا خبيزه من اللحمه مش من كباب الحله، مش بوز ولا ببط، والله احلى، والله جميله باللحمه بالهنا والشفا، الف هنا. وهقدمها لكم بقى ساعه التقديم. ادي اللحمه كباب حله اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله زي الفل. وادي الخبيزه، بصوا خضره زي البرسيم ازاي بالهنا والشفا. وخلص طبقنا النهارده كباب حله وخبيزة، ودي تتاكل بالعيش ما تتاكلش بالرز. وكل سنة وانتم طيبين. عايزة تعملي جنب منها الرز ده حاجة ترجع لك بقى، بس هي فيها رز يعني، اكلوها بالعيش بتبقى حلو. بالهنا والشفا.